تحتفل الكويت في 25 من فبراير الجاري بعيدها الوطنية 63، كما تحتفل في 26 من فبراير بذكرى 33 لعيد التحرير. وبهذه المناسبة يعقد مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية احتفالا اليوم بالقاهرة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من مقر انعقاد الحفل مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، يعني صف لنا اليوم هذه الاحتفالية. نعم، تحياتي لك في البداية ولجميع المشاهدين. بالفعل دائما نؤكد أن المناسبات والأعياد الرسمية هي فرصة كبيرة للتأكيد على قوة العلاقات التي تجمع بين جميع الدول. اليوم نحن نتحدث عن علاقة كبيرة بين دولتين شقيقتين، مصر ودولة الكويت. الكويت اليوم تحتفل بالعيد الوطني 63 وذكرى التحرير 33، وكانت لنا لقاءات منذ قليل مع سفير دولة الكويت غانم الغانم، والذي أكد فيه على قوة العلاقات التي تجمع بين مصر والكويت منذ قديم منذ عقود طويلة. وهناك كانت هناك العديد من محطات التقارب بين الدولتين ساهمت بشكل كبير في تعميق هذه العلاقات والوصول إليها إلى مستويات أرحب. مصر والكويت لديهما علاقات قوية ومتجذرة منذ عقود. لو تحدثنا عن بالنسبة للمستوى السياسي، فهناك تناسق كبير وتطابق كبير في وجهات النظر إزاء العديد من القضايا. وهنا نتحدث عن الأزمة الأخيرة هي القضية الفلسطينية، وثمن السفير الكويتي بالقاهرة الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر من أجل احتواء هذه الأزمة والمساعدات الكبيرة التي دخلت إلى قطاع غزة، هذا فضلا عن مطار العريش الذي يستقبل العديد من الطائرات الكويتية الخاصة بهذه المساعدات. أيضا على المستوى الاقتصادي، فنحن نتحدث عن حوالي أكثر من 20 مليار دولار هي استثمارات كويتية داخل مصر، وهي متنوعة ومتجذرة في العديد من القطاعات. أيضا فيما يخص أيضا العمالة المصرية، فهناك تواجد كبير للعمالة المصرية داخل الكويت، نتحدث عن 450 ألف مصري يتواجدون وتحتضنهم الكويت في جميع القطاعات. نعم. أيضا هذا بالإضافة إلى التعاون الثقافي والتبادل الثقافي. نعم. في بين مصر والكويت. إذن هي علاقات كبيرة ومتجذرة تشمل جميع القطاعات، تجمع مصر و دولة الكويت. ويمكن أيضا الفترة القادمة مع تولي سمو العهد أيضا دولة الكويت، هناك دفع للعلاقات المصرية الكويتية، سوف تكون هناك بالتأكيد وتدفع هذه العلاقات إلى مستويات أعلى ومستويات أرقى في العلاقات المصرية الكويتية. بعد قليل أو بعد دقائق من الآن سوف يبدأ الاحتفال، ويعني نحن نتواجد في مقر الاحتفال، ويوجد هناك العديد من كبار رجال الدولة ورموز السياسة والمثقفين قد أتوا إلى مقر الاحتفال لتهنئة السفير الكويتي. نعم. بالقاهرة بالعيد الوطني والتأكيد على قوة العلاقات المصرية الكويتية. مراسل. نعم. التلفزيون المصري محمد الخطيب، شكرا جزيلا لك.